إسباس لسبير دي سومي، فضاء جميل ويضم كل ما يتعلق بالأتات المنزلي الخاص بغرفة النوم وغرفة الجلوس والصالون. يالله معايا نكتشف هاد المكان الجميل واللي كنصح بيه كل أخت باغة تغير من صالونها أو غرفة نومها. أنا أكيدة أنها في هاد المكان ستجد كل ما يرضيها وبالثمن المناسب كما لقيت أنا ما يرضيني. مشاركي قناة فل وياسمين، كما عارفين دائما الجديد في قناتي، واليوم كيف ما كتشوفوا معايا انا كنبدل في الصالون ديالي، واختاريت هاد الاسباس اللي الصراحه لقيت فيه اللي بغيت ورضاني من جميع المواصفات، خصوصا في تحضير الصالون ديالي. وانا كنحضر في الصالون ديالي هاد الاسباس، يعني لقيته انه ماشي خاص غير بسداري فقط، لا بالعكس كاين فيه ليندولي يعني خاص بالسرير، وايضا كاين فيه مونت دونفون. قبل بعدا غادي تشوفوا معايا سداري دميزيدور اللي اختاريت انا واللي هو في المستوى، ولقيته اكثر من رائع، اللي هو سداري دميزيدور دالرسولات. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو السداري. انا الصراحه اختاريت جوج الوان في هذا الموديل، كاين هذا بلو نوار ضمان، وباش هذا باش زوين انه ضمان غارونتي افي، يعني ضمان مدى الحياه، حتى الى وقعت فيه شي بروبليم ولا شي حاجه راه كتواصلوا مع سوسيتي بريش بوند وكتشونجي لكم السداري، وهذا الشيء يعني راه هنا كتشوفوا معايا موديلات اخرين. المهم انا اختاريت هذا الموديل ضمانة مدى الحياة بالرسولات، وكاين هذا البونج حتى هو راه كاليتي وزوين ديال ريش بون، صراحة أنا بغيت أي أخت مازال يلا كتحضر في الصالون ديالها أو لا كتوجد، بغيت نعطيها فكرة. و أون بليس دو سا أنها يمكن ليها تجي لهاد ليسباس، سيرتو الأخوات اللي كيسكنوا في القدس، يعني غادي يسهل عليهم هنا وما غاديش يحيروا في الاختيار ديالهم. شوفوا معايا هادو تا هما غزالين ميديكال، هاد الخديات راهم ميديكال ديال ميزيدور امبيريال، وحتى الثمن ديالهم راه مناسب. بالاضافه لهاد الكوفرلي، هاد الكوفرلي حتى هما غير اللواط بعدا كيفاش مخدومين، اللواط ديالهم راه كتلقيه سوبل ناعم، وحتى اللوينات راهم تبارك الله كيهبلوا. بالنسبه لسباس مود دونفون راه فيهم لي كوفغلي، فيهم سرير ديال بلاصه وحده، وحتى لي كوفرلي الخاصين بلي بيبي، وايضا البنات شوفوا معايا هاد لي كوفغلي ديال تركيا راهم غزالين، وحتى الثمن ديالهم كيتجاوز 1800 درهم. هادو ديال تركيا، وما غاديش نهضروا على الجوده بطبيعه. حتى هو هاد، شوفوا هاد
ليزار اللي كيتكون من 4 ابياس فيهم لوينات اشكال pour le bébé. يعني الا جيتي هنا راه غادا تحيري الصراحه، غتحيري في لي برودوي الكاليتي والثمن حتى هو راه مناسب. هنا الاخت يلاه كتبدا، الاخت متزوجه عاد باديه كتحضر في بيت النعاس ديالها، وحتى اللي باغي يتهلا في راسو بطبيعه الحال يبدل الفراش ديال الناموسيه ديالو. كاين هذا اسمهم هاد لي كوفغلي لي الثمن ديالهم ما كيتعداش 450 درهم، وكاينين هادو لي سامبل حتى هما ما كيتعداوش 350 درهم. اللوينات غزالين وكيجوا مع اي ديكور في المنزل. انا عجبني هاد الكولور، ان شاء الله اكيد غادي ناخذو وغادي نصورو ليكم بطبيعه الحال. هاد الكولور هو اللي عجبني، كاين هاد الكولور حتى هو غزال، ولكن انا جيم لو بلو. يعني انا شفتوا معايا هاد الخديات راهم ضد الحساسيه، وخديه رطيطبه وكتساعد على النوم، والحشوه ديالها من الفيسكو، وايضا ما كتضرش في الرقبه ديال العنق. انتوما وساده تمنحوا الشعور بالراحه والرفاهيه بفضل الشريط 3D، بفضل حشوتها الخاصة تتطابق وسادة الفيسكو مع شكل الرأس والرقبة لمنع التوتر وآلام العمود الفقري. وسادة عالية ورطبة تمنح دعما فائقا مناسبة للنوم على الجانبين. من أجل نوم مريح اختاروا وسادة ذات ارتفاع متوسط للنوم على الظهر أو الجانبين. يعني كل هاد الخديات راهم افيكاس، وان بليس راهم ضد الحساسيه. نتمنى البنات هاد الفلوغ ينال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للسدارد ميزيدور لا غارونتي ديالو مدى الحياه، وبالنسبه للسدارد بونج البصمه لا غارونتي ديالو 7 سنوات. كاين نتا على هذا الشكل، يعني الا بغيتو تاخذوهم على شكل بوفون حتى هما. شوفوا معايا هذا الموديل ثاني، هذه الصراحه هذه راقيه، يعني الولهة الاولى ما كتقولش انك تصحبيها ان الكوفر اللي فيها هو راه غير الغلاف ديال الناموسيه هكا داير.
على شكل كوفغلي وحتى الثمن ديالهم في المتناول. صحي مريح ولا غارونتي. الشكر الخاص خاص لمدير هاد الاسباس والاخت بشرى المسؤوله على هاد الاسباس صراحه اللي في المستوى واللي انفو كتدخل هنا يعني كتحس انك انت راه بحال في المنزل ديالكم، يعني كتاخذ لا ليبرتي ديالك وكتبقى معاك حتى الاخر يعني، وكتعرض عليك كل شيء المنتوجات ودائما كتقدم لك الاحسن ليك والاسره ديالك بطبيعه الحال. ومرحبا بكم بالردتاي وختامها مسك. صراحة مكان راقي وفي المستوى ويستحق انكم تجو تشوفوه، واللي بغى ياخد لي برودوي ديالو المنزل سواء من افريشة للصالون او لا من افريشة لبيت النوم، كنفضل انا ان شاء الله اللي غادي يكون هذا هو المكان الفيدال ديالي بطبيعة الحال. وإلى الملتقى.